تعبانة تعب كل الشباب، هي فارسة أحلام كل الشباب، العقروبة. يلا بينا. أهلا بأجمل ناس في الدنيا، بنكمل سلسلة نساء الأبراج. النهاردة موعدنا مع فارسة الأحلام أنثى برج العقرب. بكرة بقى الشعنونة القوسية. وبرحب بيكم كده في البداية، وبدعو اللي مشتركش إن هو يشترك والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وتعالوا بينا بقى نبتدي. تتمتع بمكر ودهاء شديدين وغموض قاتل مثير يؤدي للإعجاب. خلي بالك، غموض ليس مزعج دائما. انت كشاب او امرأة حتى عندك نهم وعندك ميل ان انت تخترق قلب تلك العقروبة عشان تعرف ايه اللي بيدور بداخلها. وغالبا لا يمكنك ابدا مهما كنت ذكي او محنك ان انت تتوقع تصرفها هيبقى عامل ازاي او رد فعلها. عندها قدرة كبيرة جدا على التبارد والتحكم في مشاعرها واخفاء مشاعرها، ودرجة عالية جدا من الذكاء والكتمانية. تكتم اوي، كتومة، مش هبلة، مش مدلوقة، مش خفيفة، مش تجيب اللي عندها كده وتقعد تلف ومش عارفة راسها من رجليها. من النساء اللي عارفة هدفها ومحددة وعارفة هي عايزة توصل لفين. طموحة جدا، مسيطرة، تملكية. لذلك الرجل الجبان ضعيف الشخصية على طول تقلبه وتجننه وتخليه يقول يا ريت اللي جرى مكان. عمالقة التجاهل قادرة جدا ان هي تجيب لك جلطة سريعة المفعول لو قررت ان هي تتجاهلك. منتقمة 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 اوي، وانا بكرر على كلمة منتقمة. استحالة ان انت تسيء ليها وما تردش ابدا. الاساءة ليك اضعاف مضاعفة، يعني اضرب في 10، اضرب في 100، اضرب في 1000، مفيش مشكلة. مع العقروبة ما بتسيبش حقها ابدا، وانتقامية من الدرجة الاولى، وسيدة في الاساليب الغير مباشرة وفي اللف والدوران. تلف وتدور حلوة قوي، ولو حبت طبعا وحطت في دماغها وتلعب بالألفاظ وتلعب في المعاني، ولو عايزة ان هي تكرهك في هدومك اللي انت لابسها مفيش اي مشكلة. اسهل ما يكون عند العقروبة، ومتمرسة جدا في اسلوب حبنا قوي ونصحنا بيه قوي، وهو مين بيقول معايا شوق ولا تدوق. تشوقك، تجننك، تخليك هتموت وتيجي عشان تدوق. لا، ما انا قلت في البداية تعب كل الشباب وفارسة احلام. معظم الشباب او فارسة الاحلام بشكل عام صعب جدا ان انت تفسر شخصيتها او تفهم طباعها، عشان كده هتحس نفسك ان انت يعني غبي شوية مع العقروبة بالذات في البداية. تتمتع بثقة في النفس مذهلة تستحق الإشادة، واثقة في نفسها بطريقة غريبة. واحنا بنكمل كده بقى، يعني ندوس لايك ونشير. لازم العقروبة صفاتها كله يعرفها أكيد يعني، وأنا هسيب الدور ده عليكم. لو حبت تحب أوي ولو كرهت تكره أوي، وعندها قوة ناعمة ضاربة. من النساء اللي بتتمتع بقوة ناعمة، يعني حاجة فوق الوصف. ناعمة مع كل ده رغم ان هي عنيدة جدا، ناعمة قوي قوي من الاناث الناعمة والفاهمة، ما هياش غشيمة، واللي عارفة زي ما انا قلت عايزة ايه، وطموحة جدا بدرجة عالية قوي. جذابة، الجاذبية بتاعتها قوية، تمتلك الحاسة السادسة، عشان كده تقدر أوي ان هي تقرا افكارك اللي بتلف وتدور وعامل لي فيها ان انت ما جابتكش ولا ده. وعندها قدره على التنبؤ ايه اللي ممكن يحصل، ايه اللي جاي هيبقى شكله عامل ازاي. تحب أوي ان هي تحل الحاجات الغامضه، الالغاز وما شابه، وان هي تفهم الحاجات المعقده. ومن هذا المنطلق تحب الراجل الغامض التقيل، مش الملحوس، مش المهووس، مش اللي بيحرق كتير على الفاضي، مش اللي تافه، مش كل اللي جواه باين. كتومة زي ما انا قلت، من النساء الكتومة، ومن النساء اللي هي تحب المنافسة وما تهربش منها وتتلذذ بيها، وتتلذذ لما تعذبك لو كنت منافس ليها. العقروبة كده، انت دخلت معايا في منافسة
فاكر نفسك اقوى مني، فاكر نفسك هتتفوق عليا، انا بقى عندي لذة ان انا اتفوق عليك واخليك ان انت تدوق الالم اضعاف. ومع الرجل ان ما كنتش قوي الشخصية فهي مسيطرة من الدرجة الاولى، هتبقى شرط الست للأسف. لو انت مش قوي الشخصية ومش مال دماغ العقروبة هتبقى شرط الست، يعني ماشي وراها وهي اللي بتديرك. واغلب النساء اللي بتمشي الرجال وراها بيكونوا من انثى برج العقرب المائي. من العجيب كمان في شخصية انثى برج العقرب ان هي كل ما تقع تقوم اقوى واقوى واصلب، وعندها ارادة اكتر واكتر، حنينة. رغم كل ده انثى برج العقرب حنينة على حبيبها وعلى اهلها وعلى اولادها، وتتمتع بحنية كبيرة قوي، وتحب الشخصية اللي تعتمد على نفسها، وتحب ان هي كمان تعتمد على نفسها ومنظمة وتهتم بنظافتها الشخصية. كده بقى احنا يعني لو طولنا على العقارب اكتر من كده هيزعلوا مننا، انا عارف ان هم بيحبوا المختصر المفيد، اطلع بالافادة وما تلك الشامة وتوجع دماغنا. فانا بكرامتي كده قبل ما تقولوا في التعليقات او بينكم وبين نفسكم حاجة زي كده هكتفي بالقدر ده، ولكن اطلب منكم في النهاية ان انتوا تقولوا لي رأيكم في الحلقة دي، تشيروا توصلوها لاكبر قدر، تدوسوا لايك عشان توصل لكل اصدقائنا المشتركين، واي حد بتشوفوا الفيديوهات دي عنده غير محمد ابو زيد نصاب اعملوا له ابلاغ على طول، او بلغوني وانا اقوم بالواجب معاه، ما عندناش مشكلة. الانستجرام، الفيسبوك، قنواتنا التانية كل ده في وصف الفيديو او في التعليقات. بكرة بقى مع الشعنونة، تصبحوا على خير.